50% بيدفعوا من الضرايب هنا في ألمانيا. أعتقد الرسالة وصلت جدا، رجل أعمال كبير، الرسالة وصلت. 50% بيدفعوا ضرايب لألمانيا. هكمل مع الحوار بسؤال تاني مهم، هو الكهرباء اللي بتدخل مصنعه هل هي بالسعر العالمي ولا مدعومة؟ الغاز اللي بيدخل مصنعه هل هو بالسعر العالمي ولا مدعوم من الدولة؟ الأرض اللي بنى عليها المصنع هل هي اشتراها بالسعر العالمي ولا مدعومة من الدولة؟ لا، هناك مميزات وعيوب بنقابلها في البداية من حوالي 40 سنة. المزايا دي كانت زايدة ساعتها، وأعتقد أن ثمة ميزة النهاردة موجودة، بس مش في حالة شركات البناء. زي المساعدات اللي احنا بناخدها من الدولة، لكن مش نفس الحال زي زمان. Nicht mehr der Fall. ايه هو احساسك او شعورك وانت مسؤول عن 4200 اسرة بيعملوا في المصانع بتوعك؟ عندنا هنا 2000 عامل و205 مؤهل جيدا، حوالي يعني 2500 عامل بعائلاتهم، 20 من خلال المصنع ده طبعا، بيعيشوا هنا حوالين المصنع في محيط 100 كيلومتر. العمال هنا حوالي 80% منهم عندنا مسؤولية نقلهم، وأيضا 1000 عامل في إطار المصنع قدرنا نوفر ليهم خدمات ونعمل لهم بيئة مهمة وسهلة عشان نقدر شغل الحكومة على المدى القصير ونقدم خدمات وإنجازات عشان نقدر بشكل عملي نساعد الدولة. damit wir dort praktisch auch die Region gut schützen.